المناضل الكبير لا يعبر إطلاقا عن ما يجيش في القلوب من حزن على فراق الفقيد، إلا أننا نحاول في هذه العجالة أن نتناول شذرات من مآثر هذا المناضل الذي تجمعت شمائل النخوة ومبادئ القيم النبيلة. كان الرفيق أبو عمار دمس الأخلاق، حسن المعشر، شجاعاً، قوي العزيمة وصعب المراس، مقداماً لا يهاب. عرف بالجدية وعدم التهاون في الواجبات. كان يمتلك طيبة تملأ النفس وتفيض، وغضبات سريعة سرعان ما تتلاشى، وقلب في بياض التلج، وكرم طبيعي غير متكلف، رزين يؤثر دور المستمع فلا يشترك في الحديث إلا لمامة، وإذا اشترك ففي خفة وإعاز لا يتلاعب بالمعاني، وإنما يتعمد على وضوح الفكرة وبساطتها واستقامتها وتركيزها. عرف الرفيق أبو عمار باستقامته وصراحته القاطعة وأسلوبه الواضح الذي لا يدعه يداور أو ينافق أو يداري، والساب الهمة ذو مسل رفيعة وأهداف تحرية عالية، مخلص فيما يؤمن إنه حق ولا يخشى فيه لومة لائم. ناصر القضية الفلسطينية منذ نشأته ودافع عنها طيلة حياته. والذي أعرفه عن الرفيق أبو عمار إنه دون قبل وفاته مذكراته الخاصة كاملة، وأعطى في هذه المذكرات شهادته بكل أمانة، ولقد اطلعت على أجزاء منها وهي مذكرات قيمة لتجربته النضالية، كما كان شديد الاهتمام بالقراءة واقتناء الكتب الفلسفية والفكرية. أنا زرت رفيق أبو عمار السبت قبل ساعات ما يتوفى كان بالمستشفى، قلت له يلا قوم بهمة ونحن بنلتقي كل سبت ونروح نتغدى سوا. قال لي لا، هالمرة آخر مرة. قلت له لا مبين وجهك منيح، والسبت منروح بنلتقى ونتغدى ونجمع الشباب مثل ما العادة. ضحك ابتسم هيك قال لي ما بعتقد. قلت له عم تقرا؟ قال لي هذا العدد الوحيد، النداء اللي عنده، قال لي هذا الوحيد محمد، قال لي هذا ما قراه الوحيد، والباقي بيقريه من الجلدي للجلدي. ابو عمار مثل ما بتعرفوا هو ما تعلم بس علم حاله، اجى على استراليا اشتغل على المستوى الشخصي والاقتصادي، اشتغل ناصر قضيته العربيه والفلسطينيه بكل ما اتي من قوه. كل اللي بيعرفوا ابو عمار بيعرفوا انه هذا كلام حق، هيك كان ابو عمار وهيك عرف، هيك انعرف ابو عمار. كان علم اكبر من ابو عمار ياسر عرفات. بالضبط. فهيك عرف ابو عمار، فلابد ما نحن فعلا بهذه اللحظة الأخيرة انه نعترف بتاريخ هذا الرجل بهذه الجالية، انه فعلا كان هذا دوره وعلمنا كثير وعطانا نحن فكرة عن التواصل. الإنسان بيعيش كل حياته مؤمن بقضية وبيموت لآخر لحظة بيكون صافي الذهن فيها ومقتنع فيها للأخير، وهي قيمة الحياة. كلنا بدنا نموت، مشان هيك أنا بدي أتقدم من عائلته وأبنائه وكل محبيه وعارفيه وأصدقائه بأحر التعازي القلبية، والله يرحمك يا أبو عمار وأنت بتم وما بننساك تاريخ هذه الجيل. الله يرحمك.